بس يا دولة سيب لي انا بقى الواد ده اوديكوا على واحدة ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت. انت ايوه انت يا بسلوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها. حاكم انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ شوف شوف اه بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا، قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفع معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكلك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دول؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيرة اللي هو الحيوان ده. ايه ده يقول انا مساعد الراس الكبيرة؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودني، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجة تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولة، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك. انت بقى هنا هو وظيفتك المرمطون الصاب الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غير. هنمرمطك هنمرمطك. ايوه دولة، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هنمرمطك. طيب طيب انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك. طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره ممكن عايز حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح صح الواد أراك دول. بس يا حيوان انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم دولة. اتكل على الله يلا، روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دولة حاضر. دولة على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دولة على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط. اديله القميص يا لا دولة على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي. يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. اه بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقلش. اقعد افهم في مين؟ يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. اه يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل، وانا اقول الاكل طعمه بالسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقول لك ايه،
اوعى تنسى ان تصور لي عاده تمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله، مش دي نقابتي؟ ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس، صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي، هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي، حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه همرمطه.